الفيديو ده الحقيقة لفت نظري علشان شفت فيه اللي ما شفتوش في فيديوهات تانية كتير. شفت فيه الحيوانات فهمت اللي البشر لسه مش قادرين يفهموه او فاهمينه ومطنشين ومش عايزين ينفذوه. الفيديو يبان لك في البداية عادي، مجرد تمساح بيهجم على فرس نهر ولبقى من بعيد بتتفرج والسلام. زي ما انت شايف فرصة النجاة لفرس النهر تكاد تكون معدومة، والتمساح قابض او حاكم قبضته عليها. هوب بيختلف الكادر وبيتجمعوا افراس النهر بيتحدوا على التمساح المعتدي، والنتيجة كانت زي ما انت شايف فرصة نجاته هو بقت سالب مش 0% بس، في حين ان فرس النهر لما كان لوحده كان يعتبر في عداد الموت. شايف شكل التمساح هو بينهم؟ لا يذكر التمساح اللي هو اصلا حيوان مفترس ووحش وعملاق وحاجات كتير كده وكفيل انه يوقع اي فرس نهر في دقائق معدودة. شوف شكله بقى عامل ازاي وسطه. الحكمة من اللي بقوله لك، الحيوانات يا مؤمن فهمت اللي البشر وعلى وجه الخصوص العرب للأسف اللي أنا واحد منهم لسه ما فهموهوش. يا جماعة اتحدوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحنا لسه متفرقين وأفراس النهر اللي هم حيوانات أعزكم الله اتجمعوا. فهمت قصدي ولا أقول كمان؟ يا رب يكون الفيديو عجبك، أشوفك الفيديو اللي جاي إن شاء الله على خير.